النهارده جايبه لكم وصفه جديده جباره، طعمها فعلا فعلا زي السكر. ده مش جلاش ولا فطير مشلتت ولا فطير شرقي، امال ده ايه؟ ده حاجه كده اختراع. هقول لكم على سر التوريقه الجميله اللي هتشوفوها في الوصفه بتاعتنا النهارده، كمان هقول لكم على حشوه فعلا فعلا طعمها زي السكر. بالرغم من سهولتها وبساطه مكوناتها، فعلا انا عارفه ان هي هتنال رضاكم، وبعد ما هتشوفوا الفيديو هتقوموا تطبقوها في الحال. بس قبل ما نبتدي وصفتنا، بتمنى من كل قلبي تنوروني وتشرفوني وتشتركوا في قناتي اسمها مطبخ نهاية فاروق، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. الاول هنبتدي بالحشوه. انا جبت طاسه وحطيت فيها كميه من الزيت، ولما سخن الزيت قطعت بصلتين كده مكعبات زي ما انتم شايفين، قطعتها بالسكينه. لما بقطع البصل بالسكينه بيبقى طعم البصل بحسه كده مسكر زي البصل المكرمل تمام، لكن لما بنفرم البصل في الكبه بحس طعم البصل عادي، يعني ما فيهوش اي افتكاسه، كمان بيشرب كميه كبيره من الزيت. بعد ما هنقلب البصل حوالي 4 دقايق كده، مش هنستنى لما يصفر ولا اي حاجه. بعد 4 دقايق بالظبط قطعت 4 بطاطسات حجمهم متوسط مكعبات صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده عشان تستوي بسرعه معايا. بقلب البطاطس مع البصل علشان البطاطس تتطعم من البصل. هقلبهم قد ايه؟ بقلبهم حوالي 4 دقايق. انا شغاله على عين البوتاجاز الكبيره، والعين البوتاجاز النار بتاعتها عاليه. بعد 4 دقايق من التقليب ضفت ملعقه من الثوم. لو انتم بتحبوش الثوم كتير ممكن تضيفوا نص ملعقه من الثوم المفروم. هقلب الثوم مع البطاطس مع البصل حوالي 4 دقايق تانيين برضو، لغايه ما البطاطس تتطعم كده من طعم الثوم والبصل، بيبقى طعمها فعلا فعلا يعني مميز. بعد 4 دقايق بالظبط هضيف كمان فلفل الوان، والفلفل الالوان يعني بيدي طعم كده معين يعني مميز جدا للحشوه دي، يعني الفلفل الالوان اساسي جدا معانا في وصفتنا النهارده. بقلب الفلفل الالوان مع البطاطس والبصل والثوم حوالي 4 دقايق برضو، وبعدين بضيف كوبايه من الميه المغليه. الميه دي انا غليتها، وبعدين هضيف ليها مكعب من مرقه الخضار، او ممكن تقلبوا المكعب ده في كوبايه الميه نفسها وبعدين تضيفوها. هقلب المكعب كويس كده علشان يعني يسيح ويندمج مع باقي المكونات. دلوقتي كمان هنضيف التوابل، وانا هضيف ملعقه صغيره من خلطه ال7 بهارات دي اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، هحط لكم اللينك برده كالعاده تحت الوصفه. لو مش حابين تضيفوا ال7 بهارات ممكن تضيفوا اي توابل انتوا بتحبوها، ممكن تكتفوا مثلا بربع ملعقه فلفل اسود ونص ملعقه كمون وملعقه من الكزبره. وطبعا مش هننسى نضيف حبه ملح، لكن ما تكتروش الملح لان المرقه بيكون فيها برضو كميه من الملح. بقلب التوابل كويس كده مع البطاطس لغايه ما يندمجوا كويس مع بعض، وخلاص كده انا بغطي عليها. ودلوقتي انا هوطي النار خالص عليها وهسيبها على نار هاديه جدا جدا، يعني مسافة دقيقتين كده هتلاحظي ان المية خلاص ابتدت تتشرب. البطاطس هعرف ان هي استوت ازاي، يعني بضغط عليها بالشوكة كده، لكن خلوا بالكم ما تخلوش البطاطس تتهري يعني 100% زي البطاطس المهروسة، لا انا عايزاها يبقى فيها حتة تكة كده، اللي هو يعني تبقى حبة البطاطس كده او المكعب ماسك نفسه زي ما انتم شايفين كده على الشوكة. خلاص كده تمام، بقلبه تقليبتين كده علشان باقي المية دي تتبخر، انا عايزة الحشوة تكون ناشفة ما فيهاش مية. خلاص كده الحشوة بقت جاهزة معايا. دلوقتي هعمل خلطة التوريق الجميلة المميزة اللي هتميز الجلاش معانا النهاردة وتخليه طريق كده زي الفطير المشلتت. انا ضفت 3 ملاعق كبار من الدقيق، وضفت ليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعدين هضيف ليهم شوية زيت لغاية ما الدقيق ده يختفي خالص، يعني انا بضيف زيت شوية شوية كده لغاية ما الخليط يبقى ناعم جدا معايا كده وسايل ومفيش اي اثر للدقيق. وما تقلقوش خلطة التوريق دي مش هيكون فيها اي طعم للدقيق نهائي. قلبتهم كويس خلاص كده، هو ده القوام اللي انا محتاجاه، بتكون سايلة كده ما بتكونش تقيلة. بعدين هجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها. الصينيه دي كبيره على فكره، علشان كده انا عملت الحشوه كتير لو انتم ملاحظين. الصينيه دي مقاس 35 × 35. بضيف الجلاش، وانا دايما بضيف طبقتين، يعني خلوا بالكم انا بضيف طبقتين من الجلاش مش بضيف طبقه طبقه، كل طبقتين بديهم دهنه من خلطه التوريق اللي انا عملتها دلوقتي. لما يكون في مكان فاضي كده يعني مش طايله الجلاش بضيف ورقه
يعني بحيث اني بوزع الجلاش في كل حتة بحط ورقة زي ما انتوا شايفين كده. يعني الوصفة مش محتاجة شرح مني، المهم اني مش هخلي اي مكان فاضي كده في الصينية، لازم هبطنها تبطينة كاملة من ورق الجلاش. وكل ما بضيف طبقة من الجلاش زي ما انتوا شايفين بديها دهنة كده من خلطة التوريق، اي قطع من الجلاش اللي هو المتقطع او المتكسر بحطها في النص، ولا من شاف ولا من دري، وفي النص كده خلاص انا خلصت نص كمية الجلاش اللي عندي، بضيف الحشوة من جوه، ما بدهنش دهنة قبل الحشوة. وبعدين ببتدي اضيف الكفر اللي فوق اللي هو نص الكمية بتاعت الجلاش، وبدهن دهنة بسيطة برضو من خلطة التوريق. كل ما بضيف طبقة من الجلاش بدهن دهنة من خلطة التوريق لغاية ما اخلص كل الكمية. اهم حاجة ان احنا لازم نخبي الجوانب دي ونغطي الحشوة كويس جدا علشان برضو ما تتحرقش في الفرن. لو في ورق متقطع او متكسر بحطه برضو في، بكمل باقي طبقات الجلاش وبرضو ببطنها بطبقة بخلطة التوريق اللي انا عملتها معاكم دلوقتي. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة كده. انا الصينية دي اخدت مني لفتين جلاش، لو انتوا هتستخدموا صينية اصغر من كده ممكن تاخد معاكم لفة واحدة. خلاص كده انا خلصت كل كمية الجلاش اللي عندي، واخر طبقة دي يعني كثفوا الدهن عليها شوية، يعني ادهنوها كويس جدا جدا. خلاص كده انا خلصت كل الخليط بتاع التوريق. في الاخر خالص انا بقطع الجلاش مربعات الحجم اللي انتوا عايزينه، يعني الحجم ده كان كويس جدا، بقطعهم طبعا بالطول وبالعرض. بعد ما هنخلص تقطيع كل الصينية دلوقتي هنعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش. ده عبارة عن كوباية من المية المغلية دوبت فيها مكعب من مرقة الخضار، لكن ما تضيفوش التشريبة دي على الجلاش وهي المية مغلية او سخنة علشان الجلاش ممكن يعجن منكم، هنستنى لما تكون مثلا دافية شوية. بضيف كل التشريبة وبعدين برج الصينية كده علشان تنزل تحت في الجلاش، لازم تطول الجلاش من تحت علشان ما يبقاش ناشف او يبقى ورق كده ويتكسر منكم. الناس اللي بتعاني ان الجلاش بيبقى ناشف معاهم. الوش بقى هنخليه احمر ازاي؟ انا ضفت شوية زيت كده صغيرين، حوالي ملعقة ونص من الزيت، وضفت ليها شوية بابريكا او الفلفل الحلو، وبعدين دهنت بيها وش الجلاش من فوق كده زي ما انتوا شايفين، بيديني يعني وش جميل جدا جدا اكنك دهناه بالصلصة. بعد ما اخلص الصينية هدخلها على فرن ساخن على درجة حرارة 160 او 170 على اعلى رف في الفرن، مش اللي في النص لا، اعلى رف في الفرن اللي هو تحت الشواية علشان ما تتلسعش مني من تحت، لان الجلاش بيبقى حساس جدا في التسوية. بتاخد معاكي في الفرن حوالي نص ساعة لغاية ما تاخد اللون الجميل اللي فوق ده. اللون ده انا ما ولعتش الشواية ولا اي حاجة، هو من الدهنة الجميلة اللي عملناها دي على الوش اخدت اللون الجميل ده. لو ما اخدتش اللون ده ممكن تولعي لها الشواية. شايفين الجمال؟ توريقه فعلا فعلا يعني اكنه فطير مشلتت كده او فطير شرقي، طعمها في منتهى الروعه والجمال. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا. بكره باذن الله نتقابل تاني مع وصفه جديده على مطبخكم، مطبخ نهاية فاروق.